هذا اللغة الإنجليزية، ووافق وإن شاء الله يعني ما نطول وياكم بعون الله تعالى. أقول عندنا وقت لحد الـ 12 إلا 10 إن شاء الله تعالى. زين، مختبرنا هو Method of Detection of Toxic Substance. بشكل مختصر وسريع طلاب، احنا اجرينا بالاسبوع القادم العفو الماضي عملية استخلاص نظرية طبعا على السامبلات اللي ناخذها من المريض. السامبلات هي قد تكون يورين وقد تكون بلد وقد تكون من غاستريك لافاج او غاستريك كونتينت، ومن سوينا عملية استخلاص وكملناها انفصلت المواد عندنا بين انه استخلاص اسيدك واستخلاص بيسك، يعني واحد يحتوي المواد الاسيدك وواحد يحتوي المواد البيسك. وبعد ذلك يعني انت قلنا نجففها ونكملها. بعد ما كملنا عملية الاستخلاص نجري عملية عليها عمليات نقول السكرينينج او الديتكشن. فعمليات ما هي طرق الديتكشن اللي نجريها على ذاك السامبل اللي طلعناه اللي كملنا عملية الاستخلاص له؟ فإذا موضوعنا هو اليوم هو Method of Detection of Toxic Substance. يعني ما هي طرق الديتكشن؟ هي طرق هواي، اليوم ناخذ طريقة واحدة بس، هي طرق هواي واليوم ناخذ إن شاء الله طريقة واحدة من طرق الديتكشن. أولا احنا سبق وأن حكينا بهذا الموضوع، قلنا إذا المادة هي أصلاً معروفة نون، فأنت بعد النون عليها من تدور عليها. أنت بحثك عن مادة نون هذا يعني أنه أنت جاي تأكد النتيجة فقط ليس إلا، هي نون فقط جاي يسوي لك confirmation. فإذا الديتكشن ميثود أما أنه تكون المادة نون، إذا مادة نون فأنت بحثك عنها يعني ما يعني لك سوى أنه عدة قضايا، واحدة من عدة قضايا. القضية الأولى أنه أنت تريد تأكدها، تريد تأكد وجودها، هاي واحدة. ثانيا قد تدور عن التركيز مالته وتريد تشوف التركيز مالته عالي قليل، يعني توكسيك نون توكسيك، زين هاي من ناحية. من ناحية أخرى أنت ما دام هي المادة معروفة، واضح ما أدور على التجريتول، ما أدور على الديجوكسين، أنا قالوا البراستول والمريض الآن هو مسمم بالبراستول والمؤشرات تقول براستول. إذا أنا من أجي أسوي فحوصات لمادة أنا أعرفها، فبهذه الحالة أنا ما أسوي فحوصات عشوائية وفحوصات عامة، يعني أنا المادة أعرفها فلازم أسوي فحوصات خاصة، فحوصات مختصة بالبراستول حتى أتأكد من أنه فعلا هو موجود، وهذا يسمى بالconfirmation، يعني جاي أثبت أنا من المادة مع العلم أنه أنا أعرفها بس أثبت من عندها. فإذا أدور على الفحوصات الخاصة بالبراستول، ما أروح أدورها والله خل أسوي كل الفحوصات، أنا فحوصات عامة وأشوفهم، لا ليش أسوي فحوصات عامة؟ ما هو أنا متأكد البراستول من عندها. فإذا أدور على البراستول والفحوصات الخاصة بالبراستول فقط. أما إذا كانت المادة غير معروفة فأنا في هاي الحالة أجري الفحوصات العامة نسميها General Screening. عادة الأجهزة اللي تقوم يعني سواء تقول شلون أجري هاي الفحوصات العامة، إحنا عادة عدة طرق للفحوصات العامة، الفحوصات الغير معروفة. أهم فحص عندنا واللي هو ما راح ناخذ اليوم في مختبرنا، يعني أنا ترتيب المختبر ما صار بهالشكل، هو اليوفي، اليوفي سكرينينج. إن شاء الله بالمختبر القادم ناخذ اليوفي سكرينينج فقط، وقلنا كل مختبر أخذ لكم موضوع قصير. زين اليوفي سكرينينج، اليوفي سكرينينج أنا جاي أدور على المادة، العفو على كل المواد، مو على المادة، على كل المواد جاي أدور عليهم، جاي أدور من اسم السكرينينج يعني جاي يسوي لي مسح عام وشامل للمواد التي تحصل امتصاصيتها باليوفي لايت بهاي المنطقة واللي هي محصورة خلينا نقول من 200
وعشرين وثلاثين إلى الأربعمية إحنا هندور هنا إلى الثلاثمية إحنا جاي ندور مو الأربعمية هنا كلها محصورة هنا باي من الميتين للثلاثمية أما أقل بعد شوية ضيق زين كلها محصورة هنا هذا الكلام عنها إن شاء الله بالمختبر القادم زين زين هذا الفحص العام اللي هو فحص السكرين وش فحص اليوفي أنا جاي أدور على المواد بصورة عامة لما أدور على المواد بصورة عامة وطلعت لي هاي المواد زين واليوفي قرالي بعد أنا اليوفي واحد من الفحوصات مثل ما قلنا ما أريد أشرحها هسه لأنه أنا طبيعة المختبر إجت بهذا الشكل فما راح أشرح اليوفي اليوفي إن شاء الله على الأسبوع القادم من ضمن المختبر هذا اليوفي تلاحظون اليوفي هذه من ضمن المختبر لأن الكلام بيطويل شوية وخاف أطول عليكم إحنا ما عدنا وقت فاليوفي خليته للمختبر القادم كلامنا على الفحص الآخر زين على فحص ثاني فإذا عدة فحوصات نجري فحص عام وفحص خاص من ضمن الفحوصات العامة الخاصة خلينا نقول هي عامة وهي خاصة هو شو يسمي الكلر تيست وهذا هو أبسط الفحوصات ليش أنا خليته أول واحد لأنه هو أبسط الفحوصات كلر تيست يعني شنو كلر تيست يعني كل مادة كيميائية كل مادة كيميائية ممكن أن تكون لون عندما تتفاعل مع كاشف معين هاي تكون لون أحمر هاي تكون لون أخضر هاي تكون لون أزرق هاي تكون لون أصفر زين من تتفاعل ويا فلما تتفاعل ويا الكاشف تعطيني لون هذا اللون يوديني على هاي المادة وش واضح فلذلك هذا نسميه كلر تيست إذن كلر تيست هو عبارة عن تفاعل بين المادة اللي أدور عليها مع كاشف معين يعطيني لون يوديني لهاي المادة زين شن هي خلينا نقول هذا هو الكلر تيست ما هي خواص الكلر تيست ما هي خواص الكلر تيست خواص الكلر تيست اولا ديبند اون فيجوال انتربريتيشن يعني بعينك تشوفه انت بعينك تشوفه انه يا بلون اصفر لون احمر لون ازرق هاي بعينك ثانيا it has a possibility of false positive and false negative ممكن يعطيك نتيجه خاطئه موجبه او سالبه ممكن زين ثالثا less sensitive than others يعني اقل تحسسيه يعتمد على التركيز اذا الماده تركيزها قليل يجوز ما يطلع لون زين less specific يعني شلون less specific يعني خصوصيته قليله بمعنى اخر انا عندي الاف المواد يجوز من هاي الالاف المواد مئات من عدها تعطيني لون اصفر ومئات اخرى تعطيني لون احمر وعشرات تعطيني لون ازرق انا بهاي الحاله شلون يعني انا لما مئات الماده تعطيني لون اصفر يعني هل اقدر انا اشخص تشخيص دقيق بواسطه الكلر تيست اذا هاي القضيه معقده يعني الكلر تيست يعني ما يوديني الى ماده بحد ذاتها خوش هسه اتكلم عنها ان شاء الله يعني ولا وين كان بسرعه جاي اتكلم على مدى الوقت ويطبق على اليورين والجاستريك اسبريت اكثر من البلد يعني اكثر شيء احنا نطبق هسه الكلر تيست على اليورين وعلى الجاستريك اسبريت ما نسوي على البلد لان البلد به هواي بروتينز بكره دم حمراء بي إلا نسوي عملية إكستراكشن وعملية هذه قد يطبق على البلد لكنه ما جاي يسوي أرجع الكلام أقول أن الكلر تيست شنو خصوصيته خصوصية الكلر تيست أنه كل لون يعطى بعد التفاعل يدل مو على مادة واحدة وإنما يدل على مجموعة معينة مثلاً أنا فاعلت كاشف أي مع المواد الفينولية يعطيني لون أصفر إذا هذا الكاشف يعطيني لون أصفر مع المواد الفينولية كلها جيت الكاشف ب
فعلته مع المواد النيتروجينية اعطاني لون احمر. اذا هذا كاشف بيعطيني لون احمر مع المواد النيتروجينية كلها. جيت كاشف سي فعلت مع المواد اللي خلينا نقول اللي تحتوي على مثلا بنزين جروب، مثلا بنزين جروب او تربل بنزين او دبل بنزين، اعطتني مثلا لون بنفسجي. هذا شنو معناته؟ معناته الكلر تيست ما يوديني الى ماده واحده بحد ذاتها، وانما يوديني الى جروب من المواد. الجروب مثلا الجروب يوديني الى الفينولات. الفينولات هن 1، 2، 10، 20، 100، 200. من وداني الى مجموعه، اذا هو ما قال لي يا بقى انا هاي الماده اسبرين، روح بطريقك هاي اسبرين. لا، يقول لي هاي الماده تحتوي على هيدروكسيل جروب، هاي الماده تحتوي على فنيل جروب، هاي الماده تحتوي على كاتيكول جروب، كاتيكولامين. زين قل لي يا بياهي. لا ما اقول لك ما اعرف. فاذا الكلر تيست، الكلر تيست يقول لك يا با هاي الماده بحد ذاتها بهذا الشكل. زين زين انا اللي انت اعرف الماده يعني. يعني واحد يسأل زين يعني معناته كل شيء ما استفاد من الكلرتيست في الحالة. واحد إذا نسأل أنفسنا إذا كل شيء ما نستفاد. لا، مو كل شيء ما نستفاد. أكو ما يسمى بالسبيسيفيك ريجنت، أكو ما يسمى بالسبيسيفيك ريجنت. السبيسيفيك ريجنت شنو هو؟ قبل لا أتكلم على السبيسيفيك ريجنت أجي أقولهم المادة نفسها، البراستول مثلا، البراستول أو الأسبرين خلوا في بالكم. مثلا ويكاشف اي يطلون ازرق، ويكاشف بي يجوز يطلون احمر، ويكاشف سي يجوز يطلون اصفر. فاذا الماده هي نفسها يتغير لونها باختلاف نوع الكاشف. وش اختلاف نوع الكاشف؟ خلوا في بالكم هالقضيه. ارجع الى السبيسيفيك ريجنت، انه مثلا البراستول هو مو غيره يعطيني لون ازرق مع الكاشف الفلاني، غيره ما يعطيني لون ازرق، يعطيني غير لون. هذا ما يسمى بالسبيسيفيك ريجنت. وانا حتى استفيد من الكلر تيست ما اشتغل الكلر تيست اذا عندي في الجنرال سكرينينج، اذا عندي بحث عام عن المواد ما يفيدني. يلا وطاني لون وبعدين وين يوديني؟ ما هي الالوان كلها متشابهه، وقلنا الاف المواد تعطي نفس الالوان. فشلون بهاي الحالة؟ بهاي الحالة أنا أكون عندي مثلا شاك هذا المريض ماخذ أسبرين، أجي أسوي كلر تيست للأسبرين كما هو، كلر تيست عفوا للأسبرين. زين، وأقول أجيب الأسبرين وأجيب الريجنت الخاص بي وأشتغله. شلون نشتغله؟ أنا طبعا الكلر تيست نجيب 3 تيوبات تيست تيوب. خلينا نقول واحدة نحط بيها بلانك. البلانك شنو؟ البلانك يعني مثلا احنا مو نشتغل على اليورين، نجيب يورين من واحد سليم ما ماخذ اسبرين. وش؟ اللي نسميه كنترول. فاذا البلانك او الكنترول هذا تيست تيوب، يورين كل شيء ما بي. التيست تيوب الثاني نجيب يورين نفسه، اليورين مال هذا الشخص نحط له اسبرين يعني ستاندر، مثلا نحط الماده يعني. زين، اذا كان الشخص ماخذ اسبرين. التيست تيوب الثالثه هي اليورين مالت المصاب نفسيته مالت المريض. اذا اصبح عندنا واحده بلانك، واحده ستاندر، واحده سامبل. وش السامبل؟ يعني اليورين مالت المصاب اللي هو مثلا ماخذ اسبرين. الثاني اللي هو اليورين البي ستاندر اسبرين. الثالث اللي هو بلانك، حطيناهن كل واحد بي سي سي، جبنا الريجنت ذبيناه على بلانك وما طاني لون. اي نعم، المفروض البلانك او الكنترول ما يعطيني لون لان كل شيء ما بي، ما بي فد ماده. لما ما بي ماده المفروض ما يعطيني. ذبيناه على الستاندر الكاشف والله تفاعل شو طاني لون احمر. النوبه ذبيناه على السامبل هم طاني لون احمر. هذا يشدل، يدل على انه الماده اللي بالتيست او بالسامبل هي نفسها الستاندر. واضح؟
الأسبرين هنا الثاني لون أحمر بالستاندر، والسامبل هم الثاني لون أحمر، إذن معناته أنا أسبرين موجود عندي وأشوف حدة اللون بعيوني. إحنا قلنا visual interpretation، عيونك هي اللي راح تصدق أو تكذب، أنت راح تباوع وتشوف بهاي الحالة اللون أحمر، إيه والله أحمر هذا وهذا متشابه، إذن هذا ما أخذ أسبرين، فعلا ما أخذ أسبرين، إذن هذا ما أخذ براستول، فعلا ما أخذ براستول، وهكذا بالنسبة لبقية المواد. هذا بهذا الشكل نستفيد من الكلر تيست. كلر تيست ما نستفيد به إذا من عد إذا المادة ما نعرفها، لازم نحدد المادة وندور عليها بالكلر تيست يلا نقدر نشتغل ونستفاد منها. زين، وهاي أمثلة موجودة عندكم على أنواع الكلر تيست، أنواع الرياجينات وويا من تتفاعل وشتطم اللون، اللي هي example of color taste. example of color taste. طلاب سمعوني؟ وياك دكتور. أي دكتور؟ طلع عندكم المختبر، طلع عندكم هو؟ طلعتكم المختبر؟ اي طالع. عندكم سؤال؟ انا بعد ما عندي شيء. اليوفي ان شاء الله تكمله الجزء الثاني بالمختبر القادم، انا اعتبره مختبر هسه خلص. عندكم سؤال عن الموضوع حتى تروحون الى درسكم؟ دكتور يعني ما تقدرون تصورون تصوروا يعني تصوير حتى نشوف يعني الاختبار، حتى تشوف الاختبار عندكم ان شاء الله. احنا راح نقسمكم مجاميع اذا تجونا الى المركز السمو، كل مجموعه تشوف مجموعه من التحاليل يوميا، يعني مره واحده جايتكم، جايت الجروب الواحد مره واحده. عدا ذلك يعني ما يعني الا اللهم نشتغل واصور لكم، لو تشوفون بعينكم احسن قدامكم، احسن من التصوير انا اشوفه. زين يعني اكو مثلا اقضيه اكو محافظات فما يقدرون يجون الصور، اذا تصوير يكون افضل. دكتور نفس باقي المختبر تصوير فيديو احسن، نفس الباقي التصوير ان شاء الله احاول، ان شاء الله احاول وانزل لكم بعدين بعد الاطار ان شاء الله تعالى. ماشي ان شاء الله التصوير نسوي كذلك المختبر الأول والثاني. دكتور درجات الكويز إمتى تنزل؟ درجات الكويز لما تنزل المفروض جايتكم هي، أنا مطيها مفعلها. ماكو ما نزل أي شيء. ما نزل أي شيء؟ أي. هسه راح أفعله وتوصلكم إن شاء الله. تمام شكراً. يلا طلاب أخذوا راحتكم، عندكم شو اسمه عندكم محاضرة. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم بعون الله تعالى. يا رب حضور.